فعلا يعني كانت عملية وبروسس متكامل لاختيار أفضل الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية لتخريج جيل جديد وقادم وقادر على تحقيق رؤية مثل رؤية المملكة 2030. يعني نوعية الطلاب، الأسئلة اللي يطرحونها، النجاحات اللي حققها بعض الطلاب هذول هم ما زالوا لم يتخرجوا من الجامعة، تجعل الإنسان فعلا يفخر، يؤمن بالمستقبل، يؤمن أن قدرات الشباب وشابات المملكة العربية السعودية قادرة على خلق مستقبل للمملكة والوطن العربي.